شيراز تحقق نجاحات عالمية. Best Lebanese female artist, Shiraz. صحيح أنه مر على أغنيتها الأخيرة أشهر، إلا أنه شيراز عم بتعيش نشاط فني كبير مؤخراً، عم بيتابع الجمهور كل تفاصيله من خلال الأخبار الصحفية اللي عم تتصدر عناوينها أو السوشيال ميديا، فهي بتحرص أنها تشارك معهم أبرز نجاحاتها. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب. البداية مع حفل توزيع جوائز أنمودا اللي صار بقبرص، وحصلت خلاله جائزة أجمل فنانة عربية بتحمل الجنسية اللبنانية بحضور رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار ووزير السياحة والبيئة فكري أطاوغلو. She's from Lebanon. It's not the first time she came here. She's the most gorgeous Lebanese I've seen. Yeah, exactly. I would like to call best Lebanese international female artist. شيراز. هذا الشيء كتير بيشرفنا، والموضوع بالنسبة لإلي يعني منه جديد علي، بما أنه أختي من قبل ألقاب جمالية من أنا وصغيرة من أيام المدرسة. بأيامها بتذكر كان الاعتماد أكتر على الشكل أكتر من الثقافة والقصص التانية. واختارت شيراز لهالحفل إطلالة مميزة بفستان قصير باللون الكحلي من ميزون جيانا يونس، مميز بلمسة الكريستال على الأطراف. وقدمت شيراز خلال هالحفل أغنية بلا تشاو اللي تخطت لليوم ال 27 مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب. ومن قبرص إلى تركيا وتحديداً إسطنبول، حيث شاركت شيراز بمهرجان سفينة المحبة والسلام اللي بيهدف إلى رفض العنف والحروب بكل المناطق اللي عم بتعاني منه. وبهالحفل اختارت شيراز إطلالة رمادية بفستان قصير من نور فتح الله مميز بالتطريز، ولهالسبب اختارت سيمبل ميك اب اند هير ستايل. التور يلي عملته بين قبرص وتركيا كانت أجواءه كتير حلوة ومختلفة، والحضور يعني كانوا أغلبيتهم أجانب. أما النجاح الأبرز بالأيام الأخيرة فهو مشاركة شيراز في مهرجان كان لاينز الدولي، واللي قدمت خلاله أغنيتها الجديدة يا لي من إنتاج شركة ماستر كارد. وهالأغنية رح تصدر قريباً ضمن ألبوم الشركة، ورح يكون أول عمل موسيقي إلها. وهالألبوم رح يضم 10 أغنيات بلغات متعددة من عدد من النجوم الأجانب، وأغنية يا لي من كلمات جويس عطلة وإلحان جو ماري رياشي. يلي صار بمدينة كان الفرنسية شراكتي مع شركة ماستر كارد العالمية لبطاقات المصارف، ورح نطلق أغنية جديدة مشتركة، كلمات جويس عطلة وألحان جمال رياشي وتوزيع جمال رياشي، وإن شاء الله بتنطرح بالسوق قريبا جدا. وتألقت شيراز على الريد كاربت بفستان قصير باللون الأخضر مميز بالكورسي وبالحركة بالقماش. أما على المسرح فطلت بفستان نيود مميز بالشكل ناعم من تصميم أمجاد العضب. وكل هالإطلالات من تنسيق الستايلست حكمة عبد الخالق.